الراس محافظة بمنطقة القصيم تتربع على هضبة نجد، يحدها من الشرق البدائع، ومن الغرب قصر ابن عقيل والشنانة، ومن الشمال الخبراء والقرين، ومن الجنوب دخنة. تبعد عن مدينة بريدة 86 كيلومتر، وعن العاصمة 385 كيلومتر، وعن المدينة المنورة 400 كيلومتر. مناخ الرأس قاري، حار صيفا بارد شتاء، تصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 42 درجة مئوية، والصغرى درجتين، والمتوسطة 28 درجة مئوية. وأكثر الأمطار التي تهطل على المدينة تكون في الشتاء وتكاد تنعدم في فصل الصيف. تمتلئ جنبات الرأس بالكثير من الآثار التاريخية. نفق إبراهيم باشا يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام، ويروي بطولات أهل الرأس في الدفاع عن مدينتهم وهزيمة الجيش الذي أتى محملا بالعتاد والجنود. تقع مقصورة باب الأمير شرق الرأس. تعتبر المقصورة آخر ما بقي من السور الثالث للبلدة. كانت هذه الأسوار تسمى أسوار قلعة الرأس، سميت بمقصورة الأمير لأنها كانت تجاور منزل أمير الرأس. برج الشنانة من أشهر المعالم الأثرية في الرأس، ويعرف أيضاً بمرقب الشنانة، وهو عبارة عن مبنى يصل ارتفاعه إلى 25 متراً. شيد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري بغرض الاستطلاع والمراقبة. يأخذ البرج شكلاً شبه مخروطي، قاعدته مستديرة الشكل، محيطها 21 متر تقريباً، مبني من الطين المخلوط بالتبن، بني بطريقة عرق الطين، تقوم على فكرة وضع طبقة من الطين المخلوط ويترك حتى يجف، ثم توضع طبقة أخرى وتستمر الطريقة حتى يكتمل البناء. أسقف الطوابق من خشب الأثل وجريد النخل. يتكون البرج من 10 أدوار، في كل دور منها فتحة لدخول الهواء وللمراقبة. رمم البرج أكثر من مرة وبقي معلما أثريا وجماليا في الرأس. مسجد الشنانة بتصميمه الفريد يلفت انتباه زوار الرأس. يقع المسجد في الجهة الغربية من برج الشنانة، أعيد بناؤه على نفقة أحد أبناء الرأس، وتمت المحافظة على الشكل القديم. للمسجد مئذنة مشابهة للبرج، تم بناؤه بالطين والتبن لكي يحقق التناسق الجمالي مع شكل البرج. سقف المصلى مرفوع على أعمدة، وقد بني على الطريقة القديمة من خشب الأثل وجريد النخل. أما أبواب المسجد الخشبية فقد زينت بالأشكال الهندسية المستخدمة في العمارة النجدية. ننطلق بعد ذلك لنلقي نظرة على هذه الأطلال. نحن الآن في الشنانة، بلدة صغيرة تقع في الجهة الغربية من الرأس. تعود شهرتها إلى أنها شهدت إحدى المعارك الفاصلة في تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية، والتي انتصر فيها الملك عبد العزيز. وقعت المعركة في 18 من شهر رجب عام 1322 هجرية، وهذه بعض الآثار الباقية من البلدة. هذا أحد أشهر الأماكن في الرأس قديماً، يسمى الجريف، وهو ربوة مرتفعة من الأرض يقع في الجهة الجنوبية الغربية من الرأس. تعود شهرته إلى أن أهل الرأس كانوا يصنعون فيه ملح البارود أثناء حروبهم. وهل يمكن أن نقول أننا زرنا الرأس دون أن نقف على القشيعين؟ والقشيعان جبلان أحمران صغيران يقعان جنوب محافظة الرأس على بعد حوالي 10 كيلومترات. كانا يسميان عند القدماء الأنعمين، ولكن هذا الاسم تغير في الوقت الحاضر وغلب عليه اسم القشيع.
كم هو ممتع النظر إلى هذا القصر الأثري الفخم. يمثل قصر عذلة أحد أنماط العمارة النجدية التقليدية في أبهى صورها، والقصر أحد البيوت القديمة في الرأس، بناها صاحبها لتكون منزلاً له ولضيوفه. يقع القصر بين الرأس والحجناوي، كانت مقر ضيافة لمن يفد إلى الرأس من الوجهاء والضيوف، كما أن الملك عبد العزيز رحمه الله نزلها عندما قدم لحرب الشنانة. القصر باق حتى الآن. هذا الشريان الكبير هو وادي النساء الشهير، يخترق الأراضي الواقعة جنوب غربي محافظة الرأس، مارا بكل القرى والهجر في تلك الناحية حتى يفرغ في وادي الرمة. ومن وادي النساء إلى الوادي الأكبر والأشهر، بل أحد أهم الظواهر الطبيعية في المملكة العربية السعودية، إنه وادي الرمة الواسع عرضا وطولا، الذي يرقد على مساحة شاسعة من الأرض، يعبر السعودية من الغرب إلى الشرق، أطول واد بشبه الجزيرة العربية. وعند هطول الأمطار في روافد الوادي بمناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة، تصل مياه وادي الرمة إلى مشارف الرأس، فيعشق أهلها الوادي ليشهد أعدادا كبيرة من المتنزهين في أماكن مختلفة غرب الرأس. الزراعة أحد الموارد الاقتصادية المهمة في منطقة القصيم كلها، ويفضل أهل الرأس منذ قديم الزمن زراعة النخيل، هذه الشجرة المباركة التي يعشقها إنسان جزيرة العرب. وإلى جانب النخيل تنتج الرأس العديد من المزروعات الأخرى، من أهمها زراعة الورود بأنواعه وألوانه. إلى جانب الخضروات مثل الفلفل والباذنجان والبروكلي والطماطم، كذلك الفاصوليا الخضراء والليمون والبطاطس، كما تزدهر في الرأس زراعة البرسيم، ويستخدم مزارع الرأس التقنيات الحديثة لزيادة إنتاج وجودة مزروعتهم. في جولتنا بالرأس توقفنا عند سوق الخضار الذي يشهد إقبالاً كبيراً بعد انتقاله إلى هذا المكان. تبلغ مساحة السوق الإجمالية 65 ألف متر مربع، ويتم عرض الخضار في بيئة نظيفة توفر سلامة الخضروات والفواكه صحياً. تبلغ عدد محلات الخضار 48 محلاً. تعتبر حرفة الرعي أحد الحرف القديمة في المنطقة، وتوفر المراعي الطبيعية الجزء الأكبر والأقل تكلفة من الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية. يقوم بعض الأهالي بتربية الإبل والغنم في مزارع خاصة، يوفرون لها الأجواء المناسبة ويولونها جل عنايتهم واهتمامهم لتصبح مورداً اقتصادياً مهماً. ومن الجميل أن نأخذ قسطاً من الراحة في هذا المكان الذي يعبق بأريج التراث، في جلسة تنسينا التعب مع حديث الذكريات وفنجان القهوة الذي يعبر عن الكرم العربي الأصيل لإنسان هذه الأرض الطيبة. سوق الماشية بالرأس أحد الأسواق الكبيرة في المنطقة، تم تطويرها مؤخراً وتوزيع الحظائر على الباعة بعد تجهيزها من قبل البلدية. تعرض فيه جميع أنواع الماشية، ويأتيه الزبائن من مختلف مناطق القصيم. هذا من 50 ريال. ده السوق الشعبي الذي نحن فيه فريد من نوعه، فجميع بضائعه منتجات محلية حيوانية المصدر، تساهم في توفير دخل مالي للأسر من القرى والهجر المحيطة بالمحافظة. هنا يعرض الباعة الإقط الذي يحمل أسماء محلية عديدة، منها المضير والبقل، وكذلك يشتهر هذا السوق ببيع السمن البلدي والأجبان.
وهي من منتجات المواشي التي يكثر الطلب عليها. هذا كيلو 45 ريال. من أهم المنتجات التي تعرض في الأسواق الشعبية مواد العطارة، فالعطار هو بلا شك معلم من معالم هذا السوق. تستمر جولتنا في الرأس لنتعرف على بعض متاحفها الشعبية، ومن أهم هذه المتاحف قلعة جدعية التراثية. نبدأ رحلتنا فيه مع فنجان القهوة مع التمر والإقط في المكان المخصص لذلك، ثم نتحرك لنستمتع بمحتويات المكان. دار الغفيلي للتراث. يقع المتحف داخل منزل شعبي كبير يحتوي على قاعات كبيرة وردهات عدة ومجموعة من الغرف يتم عرض محتويات المتحف التراثية فيها. وفي المجلس تقدم القهوة والأكلات الشعبية. وما أحلى تناول فنجان من القهوة أو كوب من الشاي في هذا المجلس الذي يحتوي على أنواع كثيرة من الدلال وأدوات القهوة والشاي. الرأس مدينة حديثة جميلة في عمرانها، توفر لسكانها وزائريها كل ما يصبون إليه من سبل الراحة ووسائل الحياة العصرية. نمر على طرقها الفسيحة تخبرنا عن تطور كبير شهدته المدينة خلال فترة قصيرة بعمر الزمن. ميادينها الفسيحة تحفل بالمجسمات الفنية تضفي على المدينة مزيدا من الدهشة، ويهتم أهالي الرأس بالحدائق العامة التي تعتبر متنفسا لهم فتراها في كل مكان. وأثناء جولتنا يلفت انتباهنا بعض أجمل المباني الحكومية فيها مثل مبنى المحافظة. بلدية محافظة الرأس تأسست في العام 1381 هجرية، تقدم خدمات جليلة إلى أهالي المحافظة. شهدت الرأس نموا سكانيا وعمرانيا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، فمساحتها العمرانية تقترب من 140 كيلو متر مربع، ويتبعها الكثير من القرى والمراكز. تقوم البلدية بإيصال خدماتها إليها جميعا. وفي الرأس حراك تجاري كبير جدا تسهم الغرفة التجارية في تنميته، فالرأس تعتبر الواجهة التجارية والإدارية لعموم غرب وجنوب منطقة القصيم، وقد اعتمدت كمركز نمو إقليمي في الاستراتيجية الوطنية العمرانية. يحظى التعليم بعناية خاصة في الرأس، حيث تنتشر المدارس بكل مراحلها سواء في المدينة أو المراكز الملحقة بها، ومن ذلك التعليم العالي من خلال الكليات الجامعية والكليات المتخصصة مثل كلية العلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب الكليات التقنية والمعهد الصناعي. وفيها ينال الطلاب تدريبا تقنيا متخصصا مستعينين بأحدث الأجهزة ومزودين بالتقنيات التي تعينهم للخروج إلى سوق العمل بتأهيل عال وكفاءة متميزة. ومدارس وكليات البنات تنال عناية خاصة أيضا. وقد خرجت المدينة الكثير من العلماء والمفكرين من الجنسين، وكذلك عددا من المهنيين أطباء ومهندسين وغيرهم، أسهموا بشكل كبير في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وينال سكان الرس رعاية طبية متكاملة من خلال أكثر من صرح طبي. الحدائق في الرس جزء من المنظر البهي للمدينة، خاصة تلك الموجودة وسط الأحياء، تمتاز بمساحاتها الكبيرة، وهي المتنفس الذي يلجأ إليه أهل الرس، يقضون فيها بعض أمتع أوقاتهم، وتنتشر الساحات الخاصة لممارسة رياضة المشي في أرجاء المدينة، وهذه الرياضة تزيد شعبيتها يوماً بعد يوم. ومن أجمل حدائق الرس حديقة المحفل، وحديقة الشباب، وحديقة فيصل بن بندر، اعتادت العوائل على ارتيادها لما توفره لهم من هدوء وخصوصية، كذلك يرتادها الشباب لقضاء وقت مميز بين هذه الخضرة التي تأسر النفوس. مدينة جميلة في كل شيء، في قديمها وجديدها، لا يمكن مغادرتها دون المرور على مراكزها التجارية الحديثة، حيث يجد المتسوق كل احتياجاته فيها، سواء من المنتجات المحلية عالية الجودة أو الماركات العالمية، حيث يعد التسوق أحد المتع العصرية. تشتهر منطقة القصيم بمأكولاتها الشعبية، بعض هذه الأصناف تعدت شهرتها منطقة نجد ووصلت إلى كافة أنحاء المملكة. اليوم يتم تسويق هذه المنتجات في منافذ بيع كثيرة، مثل هذا المحل الشهير في الرأس الذي يقدم لزبائنه تشكيلة من المأكولات الشعبية الجافة، ومن أشهرها الكليجة والإقط. تقدم المنتجات بطريقة حديثة في عبوات جذابة بأحجام وأشكال مختلفة. يولي أهل الرس الرياضة اهتماماً خاصاً، وأشهر أنديتها هو الحزم، ويفخر نادي الحزم بأكاديميته الرياضية، أنشئت بغرض تعليم الأطفال السباحة وكرة القدم. تقوم تدريبات أكاديمية نادي الحزم على منهج علمي، أسهمت في ملء فراغ هؤلاء الناشئة بما هو مفيد. منتزه الخزاز أحد أجمل المعالم السياحية في منطقة القصيم، يقع في تدخنة جنوب غرب القصيم بجوار جبال خزاز. يتميز المنتزه بمناظر طبيعية وإطلالة خلابة. المنتزه متكامل في خدماته، ووجهة سياحية ممتعة في مدينة ممتعة. الرأس نودعها، ولكن نأخذ في قلوبنا شيئا منها، وكم هو جميل أن يبقى في قلبك شيء من الرأس.